وسهلا لمواقع التواصل الاجتماعي ميسان بعصر السرعة اللي نحن فيه وعصر السوشيال ميديا، التكنولوجيا اللي دخلت على حياتنا، وصول الخبر بطريقة سريعة عبر هالمواقع، ولأي درجة أيضا فينا نقرب من البعيد وحتى البعيد نقربه منا. ميسان كتير يعني مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت بشكل عام قلب حياتنا كلها. يعني يمكن بلحظة من اللحظات صار له تأثير سلبي جدا علينا، أكيد له تأثير إيجابي، ولكن فتنا بمرحلة من الإدمان وخصيصا بالأسرة اللي هو عم يسبب فينا نقول شوي بعد وشرخ بين الأفراد العائلة. رح نتحدث عن هذا الموضوع ومحاوره وكيف نقدر نعالج هذا الموضوع مع خبيرة التدريب مريم العيسى. يسعد صباحك مريم. صباح النور حبيبتي. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك مريم. بالبداية يعني كنا عم نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي، قديش فاتت بحياتنا بطريقة يعني حتى الأهل أحيانا بيتذمروا منا أنه قاعد ليل نهار على الفيسبوك، نحن انفتحنا على عالم خارجي، زمامير كثير سيارات. خلينا نحكي بالبداية عن مساوئه ومحاسنه لموقع الانترنت بشكل عام. شفتي هذا اللي بيقول عندي خبرين، واحد حلو واحد مو حلو، اي واحد بدي يبلش؟ فانت محاسنه ولا مساوئه؟ محاسن، لانه بدنا الشق الاكبر اللي نحكي فيه بالمساوئ. المحاسن انه هو بيقرب المسافات، بيخلينا ممكن نتواصل اكثر مع الناس البعاد. يعني خلينا نحكي هاي الكلمه كثير مهمه، مع الناس البعاد. يعني هو وسيله من الاشياء المساعده اليوم انه احنا نتواصل مع الاشخاص ونشوفهم ويشوفونا ونحكي معهم. مثلا الاباء والامهات المنفصلين ممكن يقدروا يتواصلوا اكثر مع اولادهم بصريا، يعني هي كلمه بصريا مهمه. استقراب المعلومات واستقراءها وجلب المعلومات بشكل سريع، الاطلاع على حضارات اخرى. يعني هي باختصار خليني اقول حسنات، واكيد ما بدنا ننسى انه في حسنات اكيد اخرى ممكن ما نذكرها هلا. بالنسبه للمساوئ، يعني اول سيئه واللي يمكن نحن دائما بنلف وبندور عليه هو موضوع غياب التواصل باختصار. يعني انا انت بتكوني عم تحكي مع شخص عادي قدامك وما في بايده لا تليفون ولا شيء، بس هو بعد نظره عنك، انت بتحسيه ما عاد انزعجتي شعوريا، انت داخليا انزعجتي، فما بالك بحدا انت بتعرفي انه عم يتواصل او ماسك شيء ومشغول كله عنك. كل شخص يقيس على حاله. نحن دائما بنشتكي، انا بدي اقعد اليوم بدي اعطي دقيقتين توعويات انه يا جماعه انتبهوا، بس انا بدي اقيس على حالي اول شيء. انا لما بكون قاعد مع اولادي، انا ما يعني كل واحد بس يبادر منه ببلش، كل واحد بيقول لك بياخذ الحجه انه كل العالم هيك. فانا مع هالجمله، كل الناس هيك، كله مشغولين، كل اولاد العالم هيك، فخلي اولادي معهم. انا ما بدي باللاوعي بيصيروا بيقولوا بالضبط. فانا بدي انتبه اني اول شيء انا انتبه لنفسي انا. كثير مساوئ، يعني اكثر شيء ممكن اذكره واقول لك يعني اليوم هو اطلاع على اشياء سواء للصغار ولا للكبار مثيرة ومزعجة نفسيا. حتى التنمر، يعني يا محلى التنمر كان لما أنا لازم أكون وش لوش، اليوم أنا متخبي وعم بتنمر على غيري. يعني هي كمان من الأشياء اللي عم توصل وعم توصل لنقطة، عم توصل لنقطة في أشخاص، في صفحات مثلا بتنفتح اليوم عم يتم العلاج من خلالها. بمعنى واحدة بتحط مثلا مشكلة عندها، في مجموعة من بتعرفيهم دكاترة، ما بتعرفيهم دكاترة، بتعرفيهم أطباء نفسيين، ما في مصداقية بالموضوع وما في أمان، فبتطرح مشكلتها فبتبلش العالم تساعدها بمشكلتها. ممكن هي، وأنا شفت قريت كثير من المشكلات وقريت كثير من الحلول اللي أبداً ما العلاقة بالحلول، يعني غير تدخل الناس. ويعني هي واحدة من القصص اللي اليوم بشكل كثير كبير عم لاحظها، إنه أنا عندي مشكلة عم بطرحها على مين، هدول الناس عم طرحيها قدامهم، شو الحل اللي عم تاخديه، مشاكل مع الأطفال، مشاكل زوجية، مشاكل كتيرة. عم تنطرح على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب خطأ وباعتماد ما في مصداقية بالموضوع. فأنا ما بجي، بالإضافة للمعلومات المتاحة صارت الأسرار اللي يعني يمكن من أكثر السلبيات الموجودة بحياتنا اليومية للإنترنت وللسوشيال ميديا أكثر شيء خلينا نقول أنه هني أفراد الأسرة بالبيت كتير بعدوا عن بعض. يعني منشوف الأخوات قاعدين بقلب البيت مع بعض، كل واحد بغرفة، بيبعتوا لبعض على الواتساب أنه جيب لي كاسة مي، لا أعمل لي هالغراض، ناولني هالغراض. ولكن
قل هذا التواصل الحسي البصري، التواصل الدائم يلي فيه مشاعر حقيقية، وفتنا نحو اللامشاعر. خلينا نحكي عن هذا التأثير، قديش هو فعلا سيء بالنسبة للعائلة وخصيصا الأسرة، إن كان زوج وزوجة، أم وأبناء، أب وأبنائه. شوفي لما بتحكي باستشارات اجتماعية، أكثر الناس اللي بتجيكي بتقلك أنا لما كنت صغير، بيكون عمره 30 سنة 35 40 سنة أو 6 متزوجة وعنده أولاد، بتقلك أنا لما كنت صغيرة مثلا أمي كانت تروح وتتركني، تروح معناه تروح ساعتين ثلاثة أربعة نص نهار عندها وظيفة وترجع. فتخيلي الغياب اللي بيكون كم ساعة أنا قديش مأثر فيني وأنا كبير. فكيف إذا أنا 24 ساعة أنا ماني هون، أنا ماني مع أولادي، يعني أنا قاعدة بس أنا ماني معهم. أنا ما قديش في أولاد أنت بتلاحظي هذا المشهد، وأنا بلاحظه، بيجي لعند الأم بيحكي معها بيمسك وشه بيقول لها طلعي فيني كثير، شو بده هاد. فلهيك عم لك أنا من الأول لك إنه نحن بدنا ننتبه، مو نتحجج بالعالم إنه فلان، بلشي من أنت وأنا وكل اللي موجودين، نتبلش منه إنه أنا بلش، يعني مثل ما بلشنا نعتاد بدنا نبلش ما نعتاد على هذا الموضوع. يعني صحيح. القصة مثل ما حكيت تأثيرها النفسي كتير صعب. أنا لما بيجيني شخص عمره 40 سنة وبيقول لي أنا أمي تركتني وراحت مثلا شهر ومؤثر فيه لهذا اليوم وزعجه ومضايقه وممكن يأثر على تربيته هو على أولاده. فكيف أنا لما بكون 24 ساعة غايب بالسبع أيام بالشهر كله وبالسنة كلها؟ فننتبه هذا الغياب وهذا التواصل بيؤدي لقصص أخرى، بيؤدي لكسل مثل ما حكيتي من شوي إنه أنا جيب لي كذا جيب لي كذا، بيؤدي للتسويف وتأجيل الأمور وللمواعيد فبيؤدي إلى كمان تأثير على الحياة المهنية والاجتماعية وغيرها والدراسة والتحصيل الدراسي. ومعروف إنه اليوم الطلاب اللي هن أكثر متابعة على الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هن أقل تحصيل بالنسبة لعلاماتهم وبالنسبة للمواد العلمية. صحيح. يعني مريم نحن بنعرف إنه المرجع الأساسي للأبناء هو الآباء، هو الأمهات. المشورة والنصيحة بتكون من الأم قبل أي حدا وراء شاشة. للأسف إنه الصبايا أو اللي بعمر المراهقة يمكن المنفس الوحيد هن إنهم يفتحوا إنترنت ويحكوا مع أي حدا ممكن يقدم لهم النصيحة الغلط وهن يقتنعوا فيها. فكمان صار هون قصة كتير كبيرة، وكتير تعرضت صبايا وحتى شباب لعمليات ابتزاز يمكن قبل ضبط الجرائم الإلكترونية خلينا نقول وسن قوانين جديدة. قديه كمان مهم الأم أنه تنتبه أنه بنتها ما عم تسأل شيء، طب منين عم تأخذ المعلومة؟ كيف بدها تعرف تتصرف؟ شوفي هي القصة بدها حوارات، وبدها حوارات دائمة. يقال أنه التربية لا تعني بنقل معلومة صحيحة أو بإعطائك معلومة صحيحة، التربية هي بالاستمرار بالتكرار، انه انا دائما يكون عندي حوار دائم، بعد وقرب ولمح وصرح فيه بقصص معينه اخذ واعطي فيها. اغلب اليوم النصايح بتجي بتسالي لا شو نعمل نحن مع الاولاد، بتقلك راقبه مراقبه من بعيد لبعيد. اليوم الاولاد انت ما بتلجئي بلحظه من اللحظات لطفل مراهق او شاب باول طلعته بتقلي له كيف بدي اعمل هي القصه بالانترنت، او هو بيعرف اكثر مني ومنك. صحيح. نحن بنرجع له صح، فهو كتير بسيط انه هو يقدر يحتال علينا او يلف ويدور على قصة ويقدر يساوي يلي بده اياه. فنحن الحوارات الدائمة ما في ولا شيء غير انه منه بتعطيني تواصل، منه عيني بعينه، منه انا عم باخد واعطي، وما يكون بالمناسبة، يعني بمعنى انه ما يكون هو عامل شيء او انا مشتلقة انه في شيء وانا اجيبه وحطه واقعد انا احكي انا وياه، لا هي تكون روتين خليني اقول مشان لما يصير هذا المحظور او هذا الشيء سيء يكون هو عنده مخزون من المعلومات انا اعطيته اياه. فهذا اهم شيء انه انا ورموز السلطه دائما اللي هن الاب او الام او الكذا اللي عندهم السلطه على هدول الاشياء، هن اول شيء لازم ينتبهوا لسلوكهم مشان الاولاد. الانتباه للسلوك بيؤدي بيخليك تنجزي نص المهمه. يعني لما بكون انا الولد اليوم بيجي لك انت ماسكه انت عم تستخدم التليفون، انت ما عم تقيمه من ايدك، فانا لما بكون سلوكي منتبه له وباين انه انا حاطه الموبايل وماسك كتاب، حاطه الموبايل مشغول بشغلي، فانا بكون حجتي اقوى باني انا واكثر اقناع للولد بانه انا اقدر اثر عليه. اليوم وقت نحن بدنا نعالج هذا الموضوع، يعني فينا نقول انه انا مثلا شخصيا مدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدي بلش من حالي.
شو هي الطرق اللي لازم اتبعها لحتى اقدر اخطي خطوة نحو انه انا اتخطى هذا الموضوع، لحتى اذا شفت عندي مشكلة بالبيت بالتواصل مع حدا من اهلي من اصدقائي بسبب مواقع التواصل بسبب القعدة الطويلة على الانترنت، كيف بلش من حالي؟ اول شيء بدنا نعاقبك، اذا بدنا نبلش من حالك العقاب عكس المتوقع، العقاب انه نحن نخليكي تمسكي التليفون، نخليكي دائما على تواصل، بس العقاب بيكون من صلب الموضوع انه انا دائما حوافز الاشخاص، يعني انا مراقب ولا شخص فعال، بمعنى انا براقب شوف اشخاص متنافسين بالعمل او ببيئه عملي، تمام؟ فانا بغار منهم، حلو، انا قبلانه هي الغيره، فانا بدي احولها من غيره لعكس الغيره بمعنى العمل، انه انا معلش انا تابع، معلش انا اتفرج، بس انا خليني اشتغل، يعني خليه يكون حوافز الي. ما بدي اتخلى عن التليفون، ما بدي امسكه، لانه كل النصائح الثانيه تبع خصصي ساعه باليوم وخصصي، يعني انا عم بقرا مقاله من كم يوم انه المفروض الشخص لي حتى ما يصير عنده حاله من ادمان ولحتى يقدر يتخلص من هذا الشيء نص ساعه باليوم، تمام؟ انا قبلانه بربع ساعه من الساعه، انه انا ربع ساعه مبدئيا اني انا مبدئيا ربع ساعه انا اقدر احط منبه، حط منبه يرن كل ساعه اذا انا جدي، يعني هذا الكلام كتير كتير سهل انه نحن نحكيه، بس اذا جدي بعمل اتجاهه بدي اياه فعلا بدي اتخلص منه، حط منبهات ساعيه كل ساعه انا يرن المنبه يقيمه من ايدي 10 دقائق او ربع ساعه. هذا انا عم بحكي على الاشخاص المدمنين فعلا بشكل كتير كبير. شغله ثانيه، لما حكيت عن الدوافع انه انا بدل ما اروح للتنافس، انه انا شفتهم اشتغلوا روح اشتغل، خلي يكون عندك دافع، شفتهم عملوا شيء حلو صوروا روح انا اشتغل، يكون هذا دافعي لاني اعمل شيء وحسن حياتي، مو دافعي للمراقبه وللتحسر ولانه العالم عملته وانا ما اعمل وكل مالي بلزق بالارض اكثر وبتمسك بمكاني وبقعد وما بساوي شيء. فهي انا اقلب دوافعي من انه انا متفرج او مراقب لشخص انا فعال، اوكي خليني غار، انا قبلاني اني انا غيران من هالعالم بس انا بدي اشتغل، يعني حول هذا الشعور وهي الكميه عندي من العمل الى عمل، انه انا اعمل فيه من وراها شيء. فلهيك قلت لك انا بدي اعاقبك بانه رح خليكي تمسكي الوسائل التواصل الاجتماعي لكن تكون حافز بالنسبه اليك. ويمكن اليوم اهم شيء انه نحن حتى الاولاد انه لما بشوفه ماسكه كثير، طب شو عم تتفرج؟ عم تتفرج على كذا، طب تعال نساوي هذا الشيء، يعني وجهه بالضبط، اني انا خلي عنده دافع انه انت عم تشوف شيء حاول انت، وطبعا انا انتبه للشيء السلبي او الايجابي. وكمان اليوم في كتير وسائل اني انا اعمل حظر او كذا على ابني انه يفوت على مواقع معينه، تمام؟ بقدر، يعني كلها صارت بالنسبه لي متاحه، انا بس كون محيطه بهذا الموضوع، ومثل ما حكيت كون سلوكي مشابه لكلامي، يكون في حوار بيني وبين الاولاد بشكل تراكمي، يعني ما استنى مناسبه او قصه لتصير بجي بمسك الاولاد وبحكي. هي القصة تكون تراكمية، تكون ضمن سلوكنا، أنا بحكي باستمرار، فالولد لما بيجي ليأخذ أي قرار بيكون عنده مخزون في هاي العلاقة داخل. اللي لازم تكون دائما موجودة بين الأب والأم باتجاه أطفالهم، اللي هي علاقة الصداقة، يعني لازم يكون يمكن أهم صديق بالنسبة لنا هن آبائنا وأمهاتنا. شوفي، يمكن فطريا نحن بنعرف إنه نحن لما بنشوف بابا وماما منسجمين عنا شعور بالراحة، والعكس صحيح. فأنا لو كان نحن مو منسجمين يا بابا وماما، بدنا نحاول قدر الإمكان، وفي أمور مفروضة ونحن عايشين وفي أولاد نحن بدنا ننقل لهم، فنحن قدر الإمكان نحاول نحافظ على صورة معينة. أحيانا في حديث بيقول إنما الحلم بالتحلم، يعني أنا أحيانا لما بمثل أمر معين بوصل لنقطة أني أنا فعلا بقتنع فيه، فأنا بمثل الانسجام، بمثل التناغم إذا أنا ماني هيك، يعني أنا بدي أكون واضحة، ما بدي تأخذ عني كلام إنه أنا لا، لما ما بكون أنا بحالة من الانسجام والتناغم، فأنا بحاول مثل هي الحالة لحتى أوصل لها، حتى لو ما كانت غايتي الوصول إلها، لكن أنا بمثل قدام الأولاد، لأنه مثل ما حكيت من شوي نحن يؤخذ علينا السلوك كآباء وأمهات، إنه أنت بعدين الطفل بيعرف، معروف إنه بيتعلم بالنمذجة بمعنى بالصور، هو بيشوف نماذج وبيتعلم منها. فنحن دائما أسهل وأسرع طريقة بنقول للأهالي أنت اعمل السلوك يلي بدك ابنك يعمله، بدال ما تقول له قول يسلموا، قول لا تقول له قول، انت قول له يسلموا، فهو رح ياخذها منك. صحيح. فالفكره بانه انا يكون سلوكي الظاهر، انا شخص واعي وبالغ، سلوكي الايجابي هو الظاهر، بالضبط سلوكي الظاهر هو الايجابي اللي انا بدي اياه يتصدر لابني، بدي ابني ياخده ويتبعه. فانا سواء بالانترنت، سواء بانسجامي مع الافراد، سواء باي شيء، انا مثل هذا السلوك فعلا، مثله يكون موجود فيني وانقله وصدره لاولادي. هي اسهل واسرع الطرق اني انا افضل بكثير من التلقين والمحاضرات.
نعم يعني معلومات مهمة حبيب. بلشت العاصفة هلأ على كثيرة عن جد المعلومات بلشت العاصفة المهمة عن جد مريم يعني كل تفصيل حكيتي إن شاء الله هيك قدروا مشاهدينا يستفيدوا منه بدنا نتشكر كثير وجودك معنا بنتمنى لك نهار جميل اليوم إن شاء الله شكرا كثير لك مريم وبهالبردات بدنا نقول لك دفي حالك وديري بالك بلش الهواء كأنه يطلع كثير حنطير بعد شوي شكرا كثير حبيبتي شكرا مريم